طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوانت: ابتكارات حوثية في المحويت لجباية الأموال ونهب ممتلكات المواطنين. ومن موقع الشرق الأوسط: المهمشون في اليمن وقود لحرب ميليشيا الحوثي. ومن موقع دي دبليو يتساءل: من أين حصل زعيم كوريا الشمالية على سيارة مرسيدس رغم العقوبات؟ أهلا بكم. تتعامل ميليشيا الحوثي مع المواطنين في المحويت كحصالة نقدية برغم انقطاع المرتبات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، فهم مطالبون كما ذكر موقع الصحوانت بتمويل مجهودها الحربي وتمويل القوافل الغذائية ودعم إقامة الفعاليات الطائفية ورسوم تحسين وضرائب وحق الكاميرات وغيرها. ففي مديرية جبل المحويت يتدخل مشرف الحوثيين بالمديرية مع المتحوث أبو حسام المروي في قضيتي خلافات بين الأهالي، قام بتغريمهم مبلغ 1,000,000 ريال ثم حول المبلغ دعما لما أسماه بالمجهود الحربي. كما قامت الميليشيات الحوثية بجبل المحويت بمتابعة العقال والمشايخ لجمع التبرعات، وتم تكليف كل عاقل قرية بجمع أفراد المقاتلين، ومن يرفض يدفع مبلغا ماليا، أما الإغاثات فيتم دفع 10,000 ريال لكي يتم اعتماد المواطن في الكشوفات التي تصرف من اليونسف ويتم حرمانهم من السكر والزيت منها. وفرضت الميليشيا الحوثية بحفاش مبلغ 10,000 ريال على كل عامل أو موظف في أي منظمة دعما لإقامة فعاليات المولد النبوي، كما فرضت مبالغ مالية على جميع المحلات التجارية من أجل كتابة الشعارات الحوثية. ووصلت لجنة من مركز المحافظة لجمع ما أسموها الضرائب، حيث فرضت على محلات الصرافة بالمديرية مبالغ مالية تتفاوت بين 50,000 إلى 70,000 ريال، وعلى المحلات التجارية مبالغ مالية ما بين 20,000 إلى 10,000 ريال. مسلحو الحوثي وآلياتهم العسكرية ينتشرون من الحشا إلى مريس والعود في الضالع. لم يستهدفهم التحالف بأي عملية، في المقابل طائرات التحالف تقصف المدنيين في الأرض وتقتلهم. حيث قال الموقع بوست: 5 مدنيين قتلوا بغارة شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في الضالع. مصادر محلية قالت للموقع بوست إن مقاتلات التحالف استهدفت سيارة كانت تقل مدنيين من أسرة آل المعرشي وآل الماطري في منطقة العود بمديرية قعطبة. ولفتت إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 مدنيين، هم علي عبد المعرشي وزوجته وابنته ومحمود عبد الماطري وزوجته، واحتراق السيارة التي كانوا على متنها بعد أن كانوا في طريقهم إلى المنزل بعد زيارة المستشفى. كتب ياسين سعيد نعمان في صفحته على الفيسبوك عن استعراضات الحوثي والمعارك الجانبية لخصومه وقال: حملة الترويج الإعلامية للحوثيين بشأن العودة لغزو الجنوب هو من قبيل الوعي المتأخر بحجم الهزيمة المذلة التي تعرضوا لها في الجنوب، وهو في نفس الوقت استعراض لا يعكس أي مقومات عسكرية ذات قيمة في تغيير المعادلة التي تقول وعلى نحو حاسم إن المشروع الحوثي الإيراني سقط في الوحل ولن تقوم له قائمة بعد اليوم في اليمن العظيم، وإن على وكلاء إيران أن يتوقفوا عن هذا العبث الذي أدمى اليمن ودمر حلم شعبه في الاستقرار والعيش الكريم كبقية خلق الله. المسألة باختصار هي التسرب من الفراغات التي خلفتها العوامل الناشئة عن استقطابات وعناد المفارز القديمة بعباءاتها التي حجبت التبادلات الهائلة التي نسفت بشكل كامل قواعد الفرز القديمة بعد أن طم السيل الغيل. ولولا ذلك لما حدثت هذه الاستعراضات المظهرية للحوثيين، والتي أخذ كل واحد يفسر أسبابها وتداعياتها بخلفيته التي تعكس حجم الأمراض التي لا تزال تنخر جسم القوى التي تتصدى لهذا المشروع الخطير. لابد من استعادة القدرة التي استهلكتها المعارك الجانبية إلى الوضع الذي تستطيع معه أن ترتب الأولويات، حتى لا يصبح التحول من الهجوم إلى الدفاع واقعاً يقرر مسارات المرحلة القادمة. أسرة مكونة من الأم واثنين من أولادها وإحدى بناتها وزوجة ابنها الأكبر
الجميع يرقدون بإحدى غرف المستشفى الجمهوري في تعز إثر إصابتهم بالكوليرا، يقول موقع قناة بلقيس. ويضيف: معظم أفراد الأسرة أصيبوا فجأة بإسهالات مائية، إضافة إلى قي أو قي لدى البعض، وبعد تدهور حالتهم الصحية أخبرهم أحد الجيران أن هذه الأعراض تعني إصابتهم بالكوليرا، وطالبهم بسرعة تلقي العلاج لخطورة المرض. معاناة صفية وأسرتها التي سببتها الكوليرا تضاعفت أكثر لعدم وجود مركز صحي يستقبل الحالات المصابة بالمرض في قريتها الواقعة بمديرية جبل حبشي. وتضيف صفية في حديثها لبلقيس أنهم لاقوا صعوبة في إيجاد سيارة تنقلهم إلى مدينة تعز البعيدة عن المديرية، حيث المراكز الصحية الجاهزة لاستقبالات الحالات المصابة بالمرض. وبعد تجاوز صعوبات التنقل إلى المدينة والوصول إلى المستشفى الجمهوري، كانت هناك معاناة أخرى في انتظار صفية وأسرتها، تمثلت بعدم وجود غرفة رقود في المستشفى المكتظ بالمرضى، وهو الأمر الذي دفع إدارة المستشفى لتوسعة غرف استقبال المصابين بالوباء. مدير مركز مكافحة وباء الكوليرا في تعز الدكتور محمد مخارش قال إنهم اضطروا لتخصيص جميع غرف الطابق الأول من المستشفى الجمهوري وحتى الممرات لمرضى الكوليرا بعد زيادة عدد الحالات التي يستقبلها المستشفى لما يقارب 80 حالة في اليوم. يتحدث موقع المصدر أونلاين عن أسراب من الجراد تغزو مزارع المواطنين في صعدة وصنعاء وعمرة. وقال مزارعون في مديرية همدان إن أسرابا من الجراد الصحراوي هاجم مزارعهم وألحقت أضرارا كبيرة بالأشجار والمحاصيل الزراعية. وأضاف المزارعون لمراسل المصدر أونلاين أن أسراب الجراد حجبت أشعة الشمس في بعض القرى وأتلفت المزروعات والمحاصيل. وبحسب المزارعين فإن هذه الجراد التهمت معظم الأشجار الخضراء في مناطقهم، إضافة إلى مزارعهم والمحاصيل الزراعية. وأفادت مصادر محلية بمشاهدة طلايع للجراد في مناطق عدة في المحويت المجاورة لصنعاء ومديرية الحيمة المجاورة لهمدان، وتعرض المزارع لأضرار بليغة. أمريكا وحروب العقوبات، عنوان اختارته الكاتبة فاطمة ياسين لمقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد، قالت فيه: الحلقة الجديدة من مسلسل شد الخناق الأمريكي على إيران بدأت للتو، فالاستثناء من العقوبات الأمريكية الممنوح لبعض الدول سينتهي حالاً، وقد حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول المعنية الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وإيطاليا واليونان وتايوان على البحث عن مورد آخر للبترول، ولكن بالتأكيد لن يكون هناك مفر من التأثير على أداء الاقتصاد الإيراني الذي سيستمر في التراجع إلى حين يحقق ترامب هدفه في إجبار إيران على تغيير سلوكها الحالي والتوقف عن التدخل في دول المنطقة أو جرها إلى تفاوض جديد تكون فيه الطرف الأضعف. انخفض بالفعل الإنتاج الإيراني وعانى الاقتصاد كثيرا، وتراجعت قيمة العملة ووصلت إلى مستويات دنيا قياسية، وتحرك الشارع في بعض الأماكن نتيجة ضعف الاقتصاد. مع ذلك لم ينسحب الإيرانيون من المعاهدة النووية، فكسب ترامب معركة تكتيكية مهمة، وهي التزام إيران وإن بالحد الأدنى بما تريده أمريكا، وطالب بمزيد عبر العقوبات. تطبيق العقوبات أسلوب غربي تبنته الأمم المتحدة بتشجيع أمريكي بعد سقوط الكتلة الشيوعية، وما بدا بعدها هيمنة أمريكية على العالم، وطبقت العقوبات فيما مضى على عدة دول منها العراق وليبيا وكوريا الشمالية وروسيا وإيران. وكانت العقوبات تتم بشكل فردي من أمريكا أو بتحالف مع دول غربية أو مع الاتحاد الأوروبي، ولكن التاريخ القصير لأسلوب العقوبات لم يقدم معطيات مشجعة، فآثاره السلبية والجانبية كثيرة، وبعضها يستثير منظمات إنسانية وحقوقية ذات صوت مسموع، ونتائجه لا تطاول الطبقة السياسية المستهدفة بل تؤثر على قطاعات شعبية كبيرة، ولكن ترامب يلجأ إليها محاولاً الابتعاد قدر الإمكان عن قعقعة السلاح، فيما يدفع مستشاره للأمن القومي جون بولتون باتجاه الحروب، ولديه أمثلة تاريخية استعملت فيها أمريكا السلاح وجنت ثماراً، لكن حرباً حالية ضد إيران يمكن أن تسفر عن كارثة على مستوى الإقليم، ويبقى احتمال قيامها ضئيلاً، ومن المستبعد أيضاً أن تفلح عقوبات ترامب في تغيير السلوك الإيراني.
منذ 12 عاما اعتادت لولا برفقة زوجها شاهر الخروج في الصباح الباكر ضمن عمال النظافة، ينظفان شوارع وأزقة صنعاء ويستمتعان بقربهما معا في العمل، كما ذكر موقع الشرق الأوسط. تخرج وحيدة لتنظف صنعاء فيما زوجها مختطف منذ سنتين. وتضيف لولا وهي في العقد 30 من العمر وأم لخمسة أبناء، وقع زوجي تحت تأثير الدورات التي تقيمها جماعة الحوثي، ووعدوه بأن يظل راتبه مستمرا لأبنائه في غيابه، لكنهم سلموني راتب شهرين وأوقفوه. شاهر كغيره من فئة المهمشين في اليمن وقع ضحية لسلطة الميليشيات الحوثية التي حولت المئات إلى وقود إضافي لحرب الجماعة وتعزيز سلطة انقلابها الدامي. مصادر محلية في صنعاء قالت إن الميليشيا قامت بتعيين مشرفين من أفرادها في كل محوى، وهو تجمع سكاني عشوائي من الصفيح يسكنه المهمشون، فيما يقوم المشرف بتعيين نائب له من سكان المحوى. كما عين الحوثيون في كل محوى شخصا يقوم باستقطاب الشباب والرجال والأطفال إلى دورات يقولون عنها توعوية، لكن أغلب من يذهبون لا يرجعون، وفي حالة عودتهم لا يستمر وجودهم سوى أسابيع ليختفوا مجددا ملتحقين بالجبهات. على شجر وشرفات والأرض يكتب المتظاهرون اليوم في الجزائر والسودان لا حكم لعسكر بعد اليوم، كما كتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط ويقول أيضا: لا عسكر بعد اليوم، نصف قرن تجارب يكفي، ثورات وإعدامات سياسية وثكنات تحارب ثكنات، ودبابات منتصرة في الداخل ومحروقة الخراطيم على الحدود، وشعوب جائعة ومليارات في منزل المشير البشير، وأوسمة على الصدور بالكيلو من دون معركة واحدة، نصف قرن ويزيد، عسكر ووعود. هذه المرة نزل السودانيون والجزائريون إلى الشوارع وهم يعلمون أن السلاح الذي يحمله العساكر أغماد فارغة لن يستطيعوا إطلاق النار، ولا السجون تتسع على ضخامتها وعددها لجميع الشعب. تأخر العسكر في كل شيء، كل شيء، في تأدية الواجب العسكري وفي إعطاء الحقوق المدنية وفي قياس نبض الناس. لذلك لن يترك المدنيون هذه الفرصة أيضا. وعدهم مشير اليمن بأنه لن يجدد، ثم أغرق البلد بحرب من أجل حفنة من السنين. ووعدهم مشير السودان بأنه لن يطلب ولاية إضافية، ثم شاهدوه يؤدي في وجوههم رقصة العصا، وتخيلوا كل شيء إلا أنه حول منزله إلى مصرف مركزي يكفي ما جمع فيه لدعم الجنيه السوداني من الهبوط تحت الحضيض بألف حضيض. لذلك لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، وهم يعرفون بالتأكيد أن بين ضباطهم من يستحق الثقة والتقدير، بل يعرفون أنه لم يعد في إمكان أحد أن يكرر تجربة الجنوب ودارفور والمحكمة الدولية وبن لادن وكارلوس وعرس 10,000 مدعو. ولكن كم مرة يمكن أن يلدغ المؤمن؟ لهذا تزداد أعدادهم برغم إغلاق مداخل العاصمة، وما زالوا على الشرفات وفوق الشجر، ليس بمحض اختيارهم فقط، كانوا يتمنون لو أن جيوشهم تركت لهم دولة مدنية سليمة تعمل بالعدل والتقدم والترقي، غير غارقة في البطالة والعوز. أثارت سيارة الليموزين المصفحة التي يستقلها زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال لقاءته الرسمية الجدل والتساؤلات، كما قال موقع دي دبليو، حول كيفية حصول الزعيم الكوري الشمالي على السيارة بالرغم من العقوبات المفروضة على بلاده. يبدو أن قطار الزعيم الخاص ليس وسيلة النقل الوحيدة المثيرة للجدل لدى زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، فقد ظهر في عدة مناسبات رفيعة المستوى، من ضمنها لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سيارة ليموزين مصفحة ألمانية الصنع تحمل علامة دايملر. شركة دايملر تتساءل عن كيفية حصول كيم يونغ أون على السيارة نظرا لعدم وجود تعاملات تجارية مع كوريا الشمالية، إذ يحظر بيع البضائع الفاخرة أو الكماليات بما في ذلك سيارات الليموزين بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومع ذلك كانت بانتظار كيم في روسيا سيارتان، مرسيدس مايباخ S600 بولمان جارد
ومرسيدس مايباخ إس 62، ومن المرجح أنه قد استخدم سيارة بولمان غارد أيضا في قممه مع ترامب في سنغافورة وفي هانوي. سيلك موكريرت المتحدثة باسم داي ميلر في رد على تقرير أسوشيتد بريس حول سيارات الليموزين أوضحت أن شركة تقوم بعملية مراقبة شاملة لمنع وصول سياراتها لكوريا الشمالية أو أي من سفاراتها حول العالم، غير أن بيع السيارات عبر طرف ثالث ليس ضمن مسؤولياتها. هناك كثير من الافتراضات طرحت من قبل شركة داي ميلر حول لغز سيارة الزعيم الكوري الشمالي، من ضمنها أن تكون السيارة مستعملة، غير أن السؤال هنا هل من الممكن أن يقبل زعيم كوريا الشمالية بسيارة فاخرة مستعملة؟ جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف لأحداث سياسية واجتماعية متنوعة من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمها لنا رسامو الكاريكاتور. نتابع. إذن بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.